بكل تأكيد هذه الحركات وإن كانت في يعني في خطها الأول دينية، ولكن هي قد تخفي مآرب أخرى. يعني احنا لمسنا وعبر التاريخ بأن هذه الثورات التي تتزعمها جماعات دينية تناشد باسم الرب، ولكنها بالمقابل تهيئ نفسها لاستلام السلطة، للاستحواذ على بعض المواقع الحساسة. وبالتالي السيد الصدر قد يكون متعاون مع أجهزة الدولة، وهو ما دعا إليه فعلا من أجل القضاء على هذه الحركات الشاذة. نحن في غنى عن هذه الإرهاصات، نحن في غنى عن هذه الإشكالات. ليس السيد الصدر وحده من يتحمل وزر أهل القضية بقدر ما تتحمله الدولة العراقية. لذلك اليوم البحث عنهم والقضاء عليهم وتقديمهم للعدالة هو العلاج الأهم، لأننا في واقع مترنح والعراق لن يستقر أمنيا 100%. لذلك هذه الحركات يجب أن تقبع ويجب أن تودع في مهدها، لأن تطورها وانتشارها ربما سيؤثر على الدولة قبل أن يؤثر على التيار الصدري وعلى سيد مقتدى الصدر تحديدا.